بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واجعلنا من خير من خلقت ومن خير من حبك ومن خير من عبدك ومن خير من شكرك ومن خير من يرجو عفوك يا ربنا آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات وربوة. إن شاء الله نوفق في معاذتنا لعملية الخلق، لا يعلمها ولا يكون موجد لا سوى الله، والمهتم بالقرآن نشير إليه إن أراد التعمق في مسألة الخلق فما عليه إلا أن ينتظر ألوانا وأشكالا لا حصر لها من وجوه الخلق. وأعينكم في بعض هذا الشأن بمن بعض ألفاظ ذكرت القرآن لا صلة بالخلق. ماذا خلق؟ ابحث عن خلق وخلي مخيلتك كما تقول انت تجري وتجري تجري وما تلعق باش تعرف القرآن اللي جاء في 64 موقع فعل خلق. واربط عن الفعل ذاك بالمخلوق سواء كان طبيعة أو إنسان أو جن أو ملائكة أو جن أو نار. خلق 64 وابعث 64 هي ماذا تعني؟ هل أخذ الدجالين والدجالات في النيورولوجي قاعدين في إلهاء الناس باش يزيدوا يغلقوا علاقتهم بالله الوهمي والمعصية والضحك ضحك ضحك الحمقى والمدى. أي مكان تمشي أو تقرأ تلقى نيورولوجي ضربة صحيح ولا علاقة لها بواقع الأمور. قل لك اختار أو شو مولدك ولا نحدك. صار أنا مولدي أنا فما كان مولدي أنا في اللحظة ذيك في اليوم ذاك في الشهر ذاك في الساعة في السنة ذيك سبحان الله. ما لو كانوا نبثوا هل الدجالين هذوما في كل مكان والدجالات ويجيهم كانوا يتولدوا في اللحظة الفلانية، هل تصورتوا هل مش يكون كلامهم مطابق لبعض البعض؟ أو يقول للنشي يقول له خذ ورقة أو تقول قلب تارو اللي أنت قلت ماذا يعني الميزان الحكم التغير ولا مجر وانت ملس أو تملس. هي هذا علم؟ هذا رجم بالغيب. والله الذين يتعاطون هذه الإلهاءات إن لم يتوبوا في ربي سيونين بآيات فيهم هذا ما في الشك. العبوا قوموا الناس وضعوا على نقول إن بقيت هناك نقول والنهاية هي العاصمة والأمور هي مروة بخواتيمها. ثم خلق نقف القرآن خلق وردت العبارة هي 38 مرة. خلقنا فعل منسوب إلى الله جل جلاله عما نواله 24 مرة. خلقناكم أي إنس المجال والأكوان 16 مرة. نخلقكم يا ربي خاطب أن تقول كذلك 14 مرة. وخالق سواء كان ربي أو من يدعي الخلق قال كذا يخلق المعجزات. هذا في الأداب ما جاء حتى منكم
لم يرى مثل ولا مثل، وليس له صلة بالخلق أبدا، لأن الخلق اللي متعارف عليه هو عملية تصدر عن الله بكون فيكون من غير دافع، من غير المولى ومن غير إرادة تغلب الإرادة الإلهية، ومن غير القدرة غير القدرة الإلهية والعلم الإلهي والرحمة الإلهية والسلطان الإلهي ولا مشاكل. جاء خالق من يرى وبرع من إشكال مفهوم الخلق في القرآن مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولا مرة، يعني ما تلجمش تحصر الموضوع ذا في عدد تقول أنا انتهيت من هذا الكتب، لا أبدا. وبالله عليكم إذا كان هذا خلق الله أرونا كما قال الله متحديا إياكم، أرونا ماذا خلق شركاؤه، أن الادعوا دعيتم أنه له شركاء أو هو غير كامل يستعمل شركاء، هل شركاء حقيقة يتزلف بها من تخيل أنه يتزلف، هل التزلف إلى الله يكون بالوسطات أم يكون بالمباشرات؟ باشر مولاك بالطاعة والأدب واليقين والاستعباد والتخلق الحسن والمجرد، هذا هو التزلف الحقيقي الذي يوصل إلى المقصود. المقصود عندنا نحن الضعاف هو أن يقوينا الله في كل أمورنا، أن يحمينا الله من بأس والعقاب وأنواع. إذن عمل الخلق لا تكون إلا من عند الله الذي يحرك كل المتحركات ويجمد كل الجمادات، والذي يتصرف بخلقه كما يشاء بالحكمة المطلقة. نسأل الله التوفيق في فهم كل المواضيع أتت في القرآن العظيم، ونحن أهل القرآن نحن من خير من خلق الله من المعالجين بالقرآن، وسيظهر لكم يوم من الأيام أن ليس كمثلنا أحد في البلاد من المخلوقات كلها، لأن نحن أحباب المولى ونحن نتغذى بمأدبته أي القرآن، فلا يمكن أن نخطئ في عملية العلاج، وقد أخطأ رشل أغلب من يدعون العلاج. تين اليوم أي جماعة تجزم تقهر الانياء العصبي أو تطرد القلق من الإنسان، أي القلق السلبي، لا أقول القلق الدافع إلى التحسين وإلى التطور نحو الأحسن، لا، قلق ذاك وستريس الغاد ذاك في صالحنا، منا نوظيفه ونشكر الله على ذلك، نسأله أن يبارك لنا في ذلك التطوير، لكن أنا كل حال أحفظ في التطوير، نسأل الله السلامة وصلح أمورنا في الآخرة، والسلام على من ارتضى ربه مبينا ومعبودا ومشكورا ويخشى عقابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة